يعني بتهيألي انه زي ما كنت بقول كده، انت كنت واحد من افراد الكتيبه الذهبيه لمنتخب مصر اللي حقق برونزيه العالم طبعا في مشهد هو قلما للاسف الشديد يتكرر، ولكنه كان واحد من اهم الانجازات طبعا اتحقق مع كابتن شوقي غريب. الحمد لله طبعا الواحد الحمد لله يعني سعيد ان هو موجود في بيته قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك، ويا رب بتمنى لكم التوفيق دايما يا رب ان شاء الله، وتبقى قناه مميزه في مصر ان شاء الله وفي الوطن العربي. طبعا كنت محظوظ الحمد لله ان انا كنت موجود مع مجموعه او جيل الحمد لله كان معظمه لعيبه عندها شخصيه ولعيبه كويسه ولعيبه يمكن زي ما حضرتك قلت دلوقتي كلهم نجوم، فيمكن الحمد لله احنا بداناها من بدري شويه، يمكن كان معظمنا بيلعب في الفريق الاول للانديه بتاعتنا، فيمكن ديت فرقت معانا لما بدانا نلعب مع منتخب او نشارك معاه في المباريات الكبيره، فكانت الامور بالنسبه لنا يعني مش صعبه. فيمكن دي برضو من الحاجات اللي الكابتن شوقي غريب ركز عليها، يمكن كانت ماتشاتنا كلها كان بيعملها مع الفرق الجامده والفرق القويه، وبيعمل بيخلينا نشارك مع الانديه الكبيره. يمكن حتى كانت الماتشات الوديه اللي كان بيعملها لنا في الفتره ديت كان على طول بيلعبنا مع المستويات الاعلى والسن الاكبر، بحيث ان انت لما تيجي تخش البطوله او تلعب تحت ضغط البطوله يبقى بالنسبه لك الاجواء بقت عاديه، فتقدر ان انت تتادي وما تخافش وتبدا الامور معاك تبقى سهله يعني.